جنايات القاهرة تبدأ اليوم أولى جلسات محاكمة البلتاجي وحجازي في قضية اتهامهما بتعذيب رجال شرطة في اعتصام رابع العدوية. حزب النور يحسم اليوم موقفه من المشاركة في لجنة الخمسين لتعديل الدستور. بعد فشل قمة العشرين في إنهاء الانقسام حول سوريا، كيري يبدأ جولة أوروبية لحج التأييد لتوجيه ضربة عسكرية لنظام الأسد. العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة، موعد نشرة إخبارية شاملة نبدأها. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، ونبدأها بالشأن المحلي مع زميلي محمد عبد الله. أهلا بك خالد. تبدأ اليوم محكمة جنايات شمال القاهرة أولى جلسات محاكمة محمد البلتاجي وصفوت حجازي القياديين بجامعة الإخوان، بالإضافة إلى طبيبين بالمستشفى الميداني باعتصام رابع العدوية محمد زناتي وعبد العظيم إبراهيم. يأتي ذلك بعد أن قاموا باختطاف ضابط وأمين شرطة واحتجازهما قسريا وتعذيبهما داخل مقر اعتصام تنظيم الإخوان المسلمين بمنطقة رابعة. وكشفت تحقيقات النيابة عن توافر الأدلة ضد المتهمين على قيامهم باحتجاز المجني عليهما أثناء قيامهما بتأمين مسيرة لجماعة الإخوان وتعدوا عليهما بالضرب، مما أسفر عن إصابتهما. وأكد شهود الواقعة بتحقيقات النيابة صحة ما تعرض له رجلا الشرطة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من محكمة جنايات القاهرة مراسل النيل محمد محمود. محمد، بعد التحية، ما هي وقائع الجلسة الأولى لمحاكمة كل من البلتاجي وصفوت حجازي، وكيف تتابع سير الجلسة الآن؟ نعم، يعني الجلسة خرج القاضي لمدة 30 ثانية في تمام العشرة إلا 10 دقائق، وأجل هذه المحاكمة ليوم الرابع من أكتوبر القادم إن شاء الله. يعني عندما دخلنا إلى المقر المحاكمة بالتجمع الخامس لم نجد تشديدات أمنية، وهي كانت علامة على أن المتهمين لن يحضروا إلى مقر المحاكمة. وبالفعل ويعني بهدوء شديد جدا وعدم تواجد يعني لأشخاص مكثفين خرج القاضي في وقت قصير جدا وأعلن تأجيل هذه الجلسة، وكانت الجلسة الأولى للمتهمين جميعا. بالطبع لم يعلن عن اسباب التاجيل. يعني هي جلسه اجراء، دائما الجلسات الاولى للاعداد يعني. نعم، محمد محمود مراسل النيل كنت معنا من محكمه جنايات القاهره، شكرا جزيلا لك. تعقد الهيئة العليا لحزب النور اجتماعا اليوم لتحديد موقف الحزب بين المشاركة في لجنة الخمسين. كان الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور قد أجرى مشاورات مع أعضاء الهيئة العليا للحزب لحسم موقف الحزب النهائي من المشاركة في اللجنة من عدمه. وأعلن الحزب أنه على أثر إعلان رئاسة الأسماء الخمسين عضوا في لجنة تعديل الدستور سادت حالة من الاستياء لدى الكثير من طوائف الشعب لا سيما الإسلاميين، حيث اكتفت اللجنة بممثل واحد فقط عن حزب النور وإعطاء المقعد الآخر للدكتور كمال الهلباوي الذي لا ينتمي لأي حزب. ومن المقرر أن يلتقي أحمد المسلماني المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية مع حمدين صباحي ظهر اليوم في مقر التيار الشعبي بالمهندسين. وقال المسلماني إن هذا اللقاء يأتي في إطار المشاورات التي تجريها مؤسسة الرئاسة مع مختلف القوى السياسية في مصر حول خريطة العمل المستقبلي والأوضاع الحالية. أفادت وزارة الصحة والسكان أن شخصا واحدا قتل وأصيب نحو 24 آخرين في اشتباكات الجمعة خلال مسيرات لأنصار جماعة الإخوان في 4 محافظات. وأوضح الدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية لرعاية العاجلة والحرجة بالوزارة أن القتيل سقط في محافظة الإسكندرية، كما أصيب 13 آخرون خلال اشتباكات بالمحافظة، بينما أصيب 4 أشخاص في محافظة دمياط أحدهم في حالة حرجة، واثنان في شمال سيناء، و5 في الغربية.
نفى مصدر مسؤول بوزارة التضامن الاجتماعي صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن صدور قرار بحل جمعية الإخوان المسلمين، مؤكدا أن القرار سيصدر خلال أيام. وأضاف المصدر أن الاتهامات الموجهة لجمعية الإخوان تقضي بحلها وفقا للقانون رقم 84 لعام 2002، والذي يحظر على الجمعيات الأهلية العمل بالسياسة أو تشكيل ميليشيات عسكرية، كما أن تعطيل العمل بدستور 2012 والذي يقضي باختصاص القضاء الإداري فقط بحل الجمعيات يرد هذا الاختصاص للوزير. توجه نبيل فهمي وزير الخارجية إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة تستغرق 3 أيام، هي الأولى له منذ توليه مهام منصبه. وصرح فهمي بأنه سيحضر في باريس اجتماع لجنة العربية المعنية بالقضية الفلسطينية بحضور وزير الخارجية الأمريكي جون كيري. ومن المقرر أن يعقد فهمي لقاء ثنائيا غدا الأحد مع كيري لبحث القضايا الإقليمية والدولية، كما سيجتمع الاثنين مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس، حيث تركز المباحثات على تطورات الأوضاع في مصر بالإضافة إلى الأزمة السورية والقضية الفلسطينية. أفاد مراسل النيل في شمال سيناء أن قوات كبيرة من الجيش المصري في طريقها لعمل عسكري ضخم ضد البؤر الإرهابية في رفح والشيخ زويد، كما قصفت اليوم الطائرات العسكرية عدة أهداف لمسلحين بقرى في جنوب الشيخ زويد، وانطلقت حملة أمنية موسعة في رفح قامت بتمشيط مناطق الظهير والمقاطعة. وللمزيد من المتابعة حول هذا الأمر ينضم إلينا من سيناء مراسل النيل أشرف سويلم. أشرف، بعد التحية، هل لك أن تطلعنا عن آخر تطورات تلك العملية العسكرية في سيناء؟ نعم محمد، كانت هناك قوات غفيرة بالفعل خرجت في 6 من صباح اليوم بشكل مفاجئ وغير مسبوق من حيث التعداد الرتل العسكري الكبير لجميع الآليات العسكرية المتواجدة في سيناء وفقا للاتفاقيات السابقة. كتائب عسكرية خرجت في اتجاه مدينتي رفح والشيخ زويد للتطهير النهائي، يعني لا عودة إلا بعد تطهير هذه المنطقة من جميع معاقل الإرهابية. طبعا القوات نهى غطاء جوي كبير من حوالي من 4 إلى 6 طائرات أباتشي. شاركت أيضا قوات الأمن المركزي في هذه العملية بأعداد غفيرة، يعني نتحدث عن قرابة من 2000 إلى 3000 جندي وضابط في هذه العملية. بدأت حملة المداهمات في مدينة الشيخ زويل بقريتي القريعة والزهير، وهذه هي المنطقة التي كانت مختطف فيها 7 جنود من قبل وتضم عناصر إرهابية خطيرة في هذه المنطقة. ثم انتقلت العمليات الآن كما يعني توسعت القوات منتشرة في جميع القرى بشكل متزامن. قرية التومة شهدت قصف جوي عليها وحوالي من حوالي 15 منزلا وعشة بدوية محترقة الآن من منازل العناصر التكفيرية الخطيرة المطلوبة والمتورطة في قتل مذبحة رفح الأولى والثانية. أيضا قرية نجع شبانة والجورة وجميع القرى في مدينة الشيخ زويد تتم مداهمات لجميع المنازل للقبض على العناصر الإرهابية في هذه المنطقة الخطيرة. أيضا شهدت بعض العناصر من الجنائيين والسياسيين تفر إلى مناطق نائية بقدر الإمكان. القوات غفيرة لا تقوى أي قوة من هذه العناصر الإرهابية من مواجهتها. طبعا شهدت تشارك في العمليات أيضا سيارات كوماندوز وسيارات حمر متخصصة في القر والفر في المدقات الجبلية لمواجهة أيضا العناصر إذا حاولت الفرار. محمد، نحن نتحدث فعلا عن عملية عسكرية غير مسبوقة، أول مرة تحدث في تاريخ سيناء ضد العمليات الإرهابية. طبعا مدينتي رفح وشيخ زويد بها معاقل إرهابية، بها عناصر متطرفة من تنظيمات عديدة متعددة إرهابية أعلنت عن نفسها بعد ثورة 25 يناير. يعني حتى الآن لا نستطيع أن يعني نتحدث بالتفصيل عن طبيعة العمليات نظرا لضخامة القوات الموجودة وضخامة الاشتباكات وضخامة نتحدث عن حرب حقيقية كبيرة موسعة في مدينتي رفح وشيخ زويد. طبعا الاتصالات محمد الأرضية والهواتف المحمولة انقطعت حوالي ربما نصف ساعة تقريبا
ثم عدت الاتصالات لكن بشكل مشوش. هناك تشويش على الاتصالات المحمول خاصة الثلاثة شبكات في مدينتي رفح وشير زايد بهدف بالتأكيد الاتصالات فيما العناصر فيما بينها. أيضا محمد لو حاولت هذه العناصر الهروب باتجاه منطقة الأنفاق الحدودية طبعا هناك انتشار مكثف لقوات الجيش على بالتأكيد يا أشرف. يعني هنرجع عليك لمتابعة نتائج هذه العملية الضخمة التي كشف عنها مراسل النيل في شمال سيناء والتي تقوم بها قوات الجيش فجر اليوم للقضاء على البؤر الإرهابية الموجودة في سيناء. أشرف سويلم كنت معنا عبر الهاتف من شمال سيناء، أشكرك جزيل الشكر. أهابت وزارة الداخلية بوسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية عدم نشر أي معلومات تتعلق بحادث الاعتداء على وزير الداخلية حرصا على مجريات التحقيق. وأكدت وزارة الداخلية أنها المنوط بها إصدار البيانات حول الواقعة وما يتصل بها من معلومات موثقة حول الحادث. يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة وفاة أحد المصابين في الحادث متأثرا بجراحه. نظمت عدة قبائل عربية مؤتمرا جماهيريا حضره العشرات من أهالي مركز كرداسة بمحافظة الجيزة لإعلان براءتهم من أي أعمال عنف شهدتها المنطقة على مدار الأيام الأخيرة. وأكد أهالي كرداسة رفضهم للعنف مؤكدين في الوقت نفسه احترامهم لكل من القوات المسلحة والشرطة ولدورهما في إرساء الأمن. بدعوة من عدة قبائل عربية حضر العشرات من أهالي عائلات منطقة كرداسة هذا المؤتمر لإعلان براءتهم من أي أعمال عنف شهدتها المنطقة على مدار الأيام الأخيرة. منظم المؤتمر الجماهيري أكدوا أن الدعوة تأتي لتوصيل رأي أهالي كرداسة الرافض للعنف إلى عموم الشعب المصري وللتأكيد على أن أي أعمال عنف قد تمت لا تعبر عن جموع أبناء المنطقة التابعة لمحافظة الجيزة. دعوة مش مني أنا بس، من جميع قبائل محافظة الجيزة وعقلائها تتجهوا لحل مشكلة كرداسة ومجتمعين على أساس نحل مشكلة كرداسة، لأنهم فيه ناس براء من هذا الكلام اللي حصل، يعني قلة قليلة إن كان في حد من كرداسة وممكن يعني ناس أهالي كرداسة رافضين هذا الكلام. الهدف والله احنا جمع أهل كرداسة فوق عن 100 أسرة من أهل كرداسة، الناس الشرفاء اللي بينكروا أي عمل عدواني أو إرهابي أو شيء يضر بالبلد. أهل كرداسة من جانبهم أكدوا على رفضهم لأي أعمال عنف مؤكدين في الوقت ذاته على احترامهم لكل من القوات المسلحة والشرطة ولدورهما في إرساء الأمن. الهدف من حضورنا طبعا الدعم والتأييد الكامل لقواتنا المسلحة الشرطة المصرية واستنكار ما حدث في مركزنا الحبيب كرداسة، استنكار كامل لأني طبعا كرداسة لا تعرف لا الدم ولا العنف ولا دي حاجة جديدة دخيلة، ونحن في حاجة مس في أشد الحاجة الآن قبل بكرة لعودة الشرطة إلى كرداسة. يأتي هذا المؤتمر الجماهيري بعد أيام من أعمال عنف شهدتها منطقة كرداسة ويهدف للتأكيد على براءة السواد الأعظم من أهالي كرداسة من أي أعمال عنف ارتكبت في الفترة الأخيرة. محمود الصياد، النيل. ونتحول إلى الشأن السوري، حيث يعقد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اجتماعا في ليتوانيا اليوم مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في محاولة للحصول على دعم لتوجيه ضربة عسكرية إلى سوريا. يأتي هذا بينما وصل كيري إلى فيلنويسا في أول محطة من جولة أوروبية تشمل أيضا باريس ولندن. ويقوم كيري بتعبئة منذ أسبوعين للإشادة بمميزات شن عملية عقابية ضد دمشق المتهمة بارتكاب مجزرة في هجوم بأسلحة كيميائية في 21 من أغسطس الماضي. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من بروكسل مراسل النيل مجدي يوسف. مجدي بعد التحية، ما هي أهم الموضوعات التي سيناقشها جون كيري وزير الخارجية الأمريكي خلال اجتماعه اليوم مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي؟ يعني بحسب الأجندة الرسمية المعلنة سيتم مناقشة موضوعان أساسيان هما عملية السلام في الشرق الأوسط والملف السوري، ولكن بحسب الواقع العملي فإن جون كيري جاء لتسويق الضربة العسكرية المحتملة من الولايات المتحدة الأمريكية والحليف المتبقي الوحيد لها فرنسا ضد سوريا.
أتصور أن يعني لما أكون مخطئ ستكون هناك بعض المعلومات التي سيعطيها كيري عن تفاصيل هذه الضربة، متى ستبدأ، كيف ستكون، حتى يستعد على الأقل الاتحاد الأوروبي في عمليات ربما إذا أراد أن يبلي عدد من رعاياه بالقرب من سوريا. هذه أيضا المعلومات ستفيد الناتو للاستعداد إن أجبر على تدخل. تعلم أن الناتو ينشر بطاريات على الحدود السورية التركية لصد أي هجمات سورية إن جاءت طبق لميثاق تأسيس حلف شمال. ولكن مجدي، هل تعتقد أن كيري سوف يحصل على الدعم الذي يريده من دول الاتحاد الأوروبي لشن هذه العملية على سوريا؟ هل تعتقد أن هناك دعم كافي لهذه المحاولات من جانبه؟ يعني أعتقد أنه سيحصل على الدعم الذي يريده عبر الصمت، بمعنى أنه لن يلاقي اعتراضات. يعني تعلم أنه في لغة السياسة الصمت يساوي الدعم عبر عدم الاعتراض، فتصور أنه سيحصل على هذا الدعم عبر الصمت من كل الدول الأوروبية عدا باريس وبريطانيا، لأن دعمهما واضح ومباشر باتجاه هذه الحملة العسكرية. تعني أنه سيكون دعما ولكنه غير مباشر؟ صحيح، يعني لن يكون هناك اعتراض، وهو ما يريد جون كيري في الحقيقة. لا، وليس الاعتراض على الحملة العسكرية، ولكن الاعتراض على الحملة العسكرية دون موافقة الأمم المتحدة. هذه هي النقطة التي يريد أن يحصل عليها جون كيري، ولن يعترض أحد من دول الاتحاد الأوروبي على عدم وجود تصريح أو تفويض من الأمم المتحدة بمثل هذه الحملة العسكرية. نعم، مراسل النيل مجدي يوسف كنت معنا من بروكسل، شكرا جزيلا لك. كانت قمة مجموعة العشرين قد اختتمت أعمالها في سان بطرسبرغ الروسية مع استمرار الانقسام حول توجيه ضربة عسكرية ضد سوريا، حيث أيدت 11 دولة توجيه رد دولي قوي على استخدام أسلحة كيميائية في سوريا، بينما لم يصل البيان الختامي إلى حد الدعوة إلى القيام برد عسكري. ورفض الرئيس الأمريكي باراك أوباما ضغوطا للتخلي عن خططه للقيام بعمل عسكري ضد سوريا، في حين أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستقدم المساعدة إلى سوريا إذا تعرضت إلى أي هجوم خارجي. بعد سجال سياسي حاد أبرز مجددا مدى انقسام المجتمع الدولي حيال الملف السوري، انتهت قمة مجموعة العشرين التي عقدت بمدينة سان بطرسبرغ الروسية إلى إصدار بيان يدعو إلى ما وصفته برد دولي قوي على استخدام أسلحة كيميائية في سوريا. البيان الذي أصدرته 11 دولة في المجموعة لم يتضمن أي إشارة علنية إلى دعم التدخل العسكري في سوريا، وهو ما لم يرقى لطموح الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي يبدو حتى الآن أنه سيمضي في خطته بدون دعم من حلفائه الأوروبيين. خلال الأيام القادمة سوف أواصل التشاور مع زملاء القادة في جميع أنحاء العالم، وسوف أواصل التشاور مع الكونغرس، وسأقدم أفضل ما لدي من حجج للشعب الأمريكي وكذلك إلى المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة والملائمة. وبينما تحظى دعوة أوباما للتدخل العسكري في سوريا بتأييد بريطانيا وكندا وتركيا، غير أنه لم تتعهد سوى فرنسا الحليف الأكبر للولايات المتحدة في مسعاها المنفرد، تعهدت بالمشاركة في توجيه ضربة عسكرية للنظام السوري. إننا متأكدون من أن الأسلحة الكيماوية قد استخدمت في سوريا، ولكننا سوف ننتظر تقرير محقق الأمم المتحدة، وفي نفس الوقت نحن في انتظار قرار الكونغرس الأمريكي في هذا الشأن. في المقابل أصرت روسيا والصين حليفتا الأسد الدائمتان على دعمهما للنظام السوري ورفضهما اتخاذ أي إجراء لا يحظى بدعم الأمم المتحدة. ولم يتوقف موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فقط عند معارضته التدخل العسكري في سوريا، بل إنه أكد أن بلاده ستساعد دمشق بالأسلحة حال تعرضها لضربة عسكرية. كما نفعل حاليا سنستمر في مساعدة دمشق بتقديم الأسلحة لها والتعاون معها في المجال الاقتصادي. وبعد فشل الولايات المتحدة في حشد تأييد حلفائها الأوروبيين تجاه موقفها من سوريا، يعول الرئيس الأمريكي باراك أوباما على تأييد الكونغرس لتوجيه ضربة عسكرية إلى سوريا، غير أنها قد لا تكون مهمة سهلة هي الأخرى، إذ يواجه أوباما معارضة كبيرة داخل الكونغرس بشأن استخدام القوة العسكرية ضد سوريا
ويقترح الكثير من الأعضاء قيودا مشددة على أي استخدام مزمع للقوة هناك. من جانبها قالت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامانثا باور إن الرئيس السوري بشار الأسد لم يستخدم سوى جزء ضئيل من ترسانته الكيميائية في هجوم الغوطة الشرقية قرب دمشق الشهر الماضي، وهو الأمر الذي يستوجب رد رادع حتى لا يتكرر وحتى لا تقدم الدول أخرى أو تقدم على استخدام مثل هذا النوع من الأسلحة. إذا لم نواجه بحزم خرق الاتفاق الدولي بحظر الأسلحة الكيميائية، فإن أنظمة أخرى قد تعمل على امتلاك واستخدام تلك الأسلحة المدمرة بهدف تقوية سطوتها ونفوذها، ما يعرض القوات الأمريكية للخطر. إننا لا نستطيع تحمل تبعات اعتقاد إيران أو كوريا الشمالية أن المجتمع الدولي على استعداد لغض الطرف عن استخدام أسلحة الدمار الشامل. بدورها كشفت منسق العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة فاليري أموس عن إعداد المنظمة الدولية خطط طوارئ لمواصلة العمل الإنساني في سوريا في حالة تعرض دمشق لضربة عسكرية محتملة، مؤكدة على أن الأمم المتحدة ستوفر أمانا لموظفيها. في الوقت نفسه أفاد مسؤول في البحرية الروسية أن موسكو سترسل المزيد من السفن إلى سواحل سوريا في خطوة تقول موسكو ستساعد في منع الهجوم التي تهدد به الولايات المتحدة بالقيام به ضد الرئيس السوري بشار الأسد. مع اقتراب انعقاد الكونغرس الأمريكي لمناقشة توجيه ضربة عسكرية إلى سوريا، يبدو أن العد التنازلي للحرب قد بدأ. فموافقة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ على قرار يصرح باستخدام القوة العسكرية في سوريا تفتح الطريق أمام إجراء تصويت على القرار في مجلس الشيوخ بكامل هيئته، لكن أمام القرار عقبة كبرى تتمثل في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون. وعلى الصعيد الميداني واستعدادا للضربة المحتملة، أرسلت روسيا وهي حليف رئيسي لنظام الرئيس السوري بشار الأسد حاملة الطائرات الكبرى نيكولاي فليشينكوف تجاه الساحل السوري. وفي الداخل السوري الرافض لأي تحرك عسكري ضد بلادهم، اعتصم بعض السوريين قرب المؤسسات المدنية الحيوية ليقفوا كدروع بشرية لحماية هذه المنشآت ضد أي هجمات أمريكية محتملة. نعم نوجه رسالة لبلاد العالم كله بالأخص أمريكا أنه لحنا رافضين أي ضربة وأرواحنا فداء هالبلد. لحنا هون واقفين على جبل قاسيون، على جبل التاريخ، هذا جبل الرموز وصمود هالبلد. نحن عم نوجه له الرسالة انه رافضين اي عنف منكم، وكل شيء الفبركات اللي عم بتصير نحن رافضينها. وعلى الصعيد الانساني، غادرت منسقة الشؤون الانسانية في الامم المتحدة فاليري أموس الاراضي السورية بعد لقاءات مع مساعد وزير الخارجية وغيره من المسؤولين في دمشق. وصرحت أموس بانه مع تضاءل فرص التوافق السياسي في المدى القريب، فان التحرك الانساني من الممكن ان يلعب دورا اكبر في نشاط مجلس الامن الدولي. وتشمل التحركات المقترحة السماح بالمساعدة عبر الحدود ووقف أعمال القتال لأغراض إنسانية، للسماح بأطقم المساعدة والإغاثة الوصول إلى المناطق المتضررة، وإنشاء نظام إبلاغ يحذر المنظمات الإنسانية قبل شن أي هجمات عسكرية. على الصعيد المدني، أعلن النشطاء السوريون بأن المعارضة المسلحة تمكنت من إسقاط طائرة حربية في جبل الزاوية بمحافظة إدلب شمال البلاد، كما وقعت اشتباكات عنيفة في جبل الأربعين سقط خلالها عدد من القتلى في صفوف قوات النظام بحسب نشطاء المعارضة. يأتي هذا فيما تواصلت المعارك في مدينة خان شيخون بإدلب، فيما استهدفت المعارضة معسكر وادي الضيف وحاجز الصحابة ومعسكر الخزانات بقذائف الهاون. تنظم اليوم الكنائس الكاثوليكية في جميع أنحاء العالم يوم صلاة وصوم ضد أي هجوم عسكري على سوريا دعا إليه البابا فرانسيس بابا الفاتيكان. وسيحضر البابا أمسية للصلاة في ساحة القديس بطرس بروما مساء اليوم مخصصة للسلام في سوريا والشرق الأوسط. وكرر البابا دعوة الممثلة وجهها يوحنا بولس الثاني بعد اعتداءات 11 من سبتمبر 2001. وقد لقيت الدعوة التي وجهها البابا إلى جميع المسيحيين ومعتقل الديانات ومعتنق الديانات الأخرى لقيت تجاوبا من رجال الدين والسياسة الذين نقلوا الدعوة عبر خطبهم ورسائلهم على شبكة الإنترنت. كان البابا فرانسيس قد أدان استخدام الأسلحة الكيميائية، لكنه عرض في الوقت نفسه فكرة شن هجوم عسكري على سوريا.
أفرجت السلطات الباكستانية عن 7 أفغان من مسؤولي حركة طالبان في إجراء يهدف إلى مساعدة عملية السلام الأفغانية الوليدة. وتأتي هذه الخطوة قبل أيام من زيارة سيقوم بها الرئيس الأفغاني حميد كارزاي إلى إسلام أباد، يلتقي خلالها للمرة الأولى رئيس الوزراء الجديد نواز شريف. كان كارزاي قد طلب في وقت سابق من باكستان مساعدته على بدء حوار مباشر مع حركة طالبان لإنهاء الحرب المستمرة في بلاده منذ 12 عاما. يواصل الناخبون في استراليا اليوم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة التي يتنافس فيها حزب العمال الحاكم بقيادة رئيس الوزراء المنتهي ولايته كيفن راد مع ائتلاف المعارضة المحافظ الذي يهيمن عليه الحزب الليبرالي بقيادة توني أبت. وتشير التوقعات إلى فوز ساحق للائتلاف المحافظ على حزب العمال، حيث أظهر استطلاع للرأي أن الائتلاف المحافظ قد يحصل على 54% من الأصوات مقابل حصول حزب العمال على 46% فقط. نهاية النشرة، عودة للتذكرة بأبرز العناوين. جنايات القاهرة تبدأ اليوم أولى جلسات محاكمة البلتاجي وحجازي في قضية اتهامهما بتعذيب رجلي شرطة في اعتصام رابعة العدوية. حزب النور يحسم اليوم موقفه من المشاركة في لجنة 50 لتعديل الدستور. بعد فشل قمة 20 في إنهاء الانقسام حول سوريا، كيري يبدأ جولة أوروبية لحج التأييد لتوجيه ضربة عسكرية لنظام الأسد. إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية نشرة العشرة. بعد قليل قراءة في أبرز عناوين الصحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم، فانتظرونا.